إذا كنت تريد السفر إلى الفضاء فاستعد لإنفاق حوالي 55 مليون دولار، ولكن في المستقبل القريب من المحتمل أن تكون قادراً على السفر إلى الفضاء بضغطة زر واحدة دون إنفاق الكثير من الأموال، لأن المصاعد الفضائية قد تلعب دوراً. على الرغم من أن فكرة المصاعد المجرية تبدو وكأنها شيء من أفلام الخيال العلمي، إلا أنها احتمال حقيقي يمكن أن يحدث ثورة في السفر إلى الفضاء بتكلفة تقدر بثمانية مليارات دولار. يمكن أن تكون المصاعد الفضائية بمثابة استثمار لمرة واحدة من شأنه أن يستمر إلى الأبد. تنفق وكالة ناسا وحدها حوالي 2.7 مليون دولار على وقود الصواريخ في الدقيقة. لإطلاق صاروخ يحتاجون إلى دفع ما يصل إلى 178 مليون دولار. يمكن تقليل هذه التكاليف بشكل كبير باستخدام المصاعد. تتمتع معظم المباني الشاهقة على الأرض بأساسات ضخمة تساعدها في الحفاظ على توازنها ووزنها. عندما تنظر للأعلى تصبح أنحف وأرق، حتى أطول مبنى في العالم برج خليفة ضخم في الأسفل وضيق في الأعلى. إذا أردنا بناء شيء مثل المصعد العملاق فسنحتاج إلى كمية هائلة من الخرسانة لبناء الأساس له، وهو ما يتعارض مع توفير بعض المال. الآن أحضر خيطاً واربط كرة في نهايته وابدأ في تدويرها. سيبقى الخيط في يدك في مكان واحد وستدور الكرة حول يدك، وهذا ما يسمى قوة الطرد المركزي، وسيعمل المصعد بنفس الطريقة. ستكون الكرة هي القاعدة في الفضاء وسيتدلى الحبل باتجاه الأرض. المحطة التي سندخل فيها المصعد ستكون في وسط المحيط الأطلسي وسيمتد الخط من هناك. لكي يكون هذا ممكناً يجب أن يكون الخط متزامناً تماماً مع دوران الأرض، وإلا فإنه ببساطة سينكسر أو يلتف حول الأرض مثل الوشاح. وأيضاً يجب أن يكون المدار الذي سيتبعه الخط دائرة كاملة، لأن الخط لن يكون قادراً على أن يصبح أقصر أو يمتد. تم إجراء مجموعة من الأبحاث باستخدام الجبر للعثور على الحل الأمثل. انتظر لحظة، هل هناك فائدة للجبر؟ لا تهتم. وفي هذه الأثناء لن أجرك من الرياضيات، سنذهب مباشرة إلى النقطة التي يجب أن تكون فيها المسافة الدقيقة من المحطة في المحيط الأطلسي إلى المحطة الموجودة في الفضاء 36 ألف كيلومتر فوق الأرض، حيث يبدأ المدار المتزامن مع الأرض. هناك القوى الخارجية الأربع أقوى بكثير من القوة السفلية، ولهذا السبب ستبقى المحطة في مكان واحد. عندما تقوم ببناء منزل أو مبنى فإنك تبدأ من الأسفل ثم تصعد إلى الأعلى، ولكن لإنشاء هذه الأعجوبة الهندسية سنحتاج إلى القيام بكل شيء في الاتجاه المعاكس والبدء من الأعلى. المشكلة الرئيسية هنا ستكون الوزن. إذا كان الخط ثقيلاً جداً فسيؤدي إلى تعطيل المدار ولن تعمل رافعة الناقل الصغير، لذلك نحتاج إلى موازنة المحطة في الفضاء للتأكد من أنها تعمل بشكل لا تشوبه شائبة. يعد الفولاذ أحد أقوى المواد على وجه الأرض. الكابل الموجود في كل مصعد مصنوع من الفولاذ، ولكن عندما تحتاج إلى كابل بطول 36 ألف كيلومتر فقد تصبح الأمور صعبة. من الصعب كسر الفولاذ لكنه مرهق، وعندما تضطر إلى استخدام الكثير منه تبدأ المشاكل في الظهور. نحن نستخدم الفولاذ الثقيل كثيرا في البناء، ولكن لدينا مواد أخف قد تضع ضغطا أقل على المحطة وتزيل هذه المشكلة. أيضا يجب أن يكون الخط مدببا، لأنه عند نقطة النهاية سيكون هناك ضغط قريب من الصفر، ولكن لا يزال يتعين أن يكون أكثر سمكاً مما هو مطلوب بالفعل بسبب مجموعة من عوامل السلامة. في البداية سيكون طول الحبل حوالي 0.13 سنتيمتر. بعد استخدام بعض العمليات الحسابية المعقدة يمكننا معرفة السمك في النهاية، وهو رقم طويل جداً لدرجة أنني لا أستطيع نطقه، ولكن صدقوني إنه كبير. لذا الفولاذ خارج القائمة، والمرشح الآخر هو الكيفلار، وهو أقوى بخمس مرات من الفولاذ. وإذا أضفنا مواد مثل الكربون والتيتانيوم إلى الخليط فإن القوة ستزيد بمقدار 10 أضعاف، وسيكون قطر الخط حوالي 80 و170 مترا، وهذا أصغر بشكل كبير من قطر الكابل الفولاذي. الخبر السيء هو أن القيام بذلك مكلف للغاية، لذا إذا لم نجد الوسيلة المثالية لبناء الكابل فإن فكرة المصعد الفضائي ستكون مجرد مضيعة هائلة للوقت. لو سيكون لدينا فقط بعض المواد الضوئية السحرية بقوة 60 جيجا باسكال، والتي سيكون لها أيضا نسبة تناقص تدريجي قدرها 1.6، مهلا، لدينا بالفعل هذه المادة الفريدة وتسمى أنابيب الكربون النانوية. تبلغ قوتها 130 جيجا باسكال، وهي أكثر بكثير مما نحتاجه. تتكون الأنابيب النانوية من الكربون، وهي أرق بمئة ألف مرة من شعر الإنسان. هذه المادة صلبة ولها قدرة توصيل جيدة، وهو أمر ممكن بفضل تركيبها الذري الفريد. نحن نستخدم هذا المنتج في أشياء كثيرة، من البطاريات إلى البصريات،
ويمكن تعديله بالكامل وتكييفه لمزيد من الاستخدامات. برادلي إدواردز هو الرجل المسؤول عن هذه الفكرة المجنونة. كانت وكالة ناسا تبحث عن ابتكارات جديدة، فقالوا لا تفعل أي شيء مجنون للغاية وابدأ في بناء رافعة فضائية. أعتقد أن برادلي جي اعتبر هذا تحدياً وبدأ العمل في المصعد. كتب إدواردز ورقة بحثية عن الناقل المجري. عندما نشره توقع أن يجد الكثير من الناس عيوباً في عمله، ولكن من المدهش أن أحداً لم يفعل ذلك. كان عمله على الفور. لقد توصل إلى فكرة ربط خط الأنابيب النانوية بصاروخ وإطلاقه إلى الفضاء. سيسقط الطرف الآخر من الحبل على الأرض، وستستخدم الروبوتات هذا الحبل للتسلق وجعله أطول حتى نتمكن من البدء في بناء محطة فضائية للمصاعد. بعد ذلك يمكن للمصعد أن يبدأ في نقل كل شيء من الألواح الشمسية إلى السياح. في المستقبل قد تصبح السياحة الفضائية ممكنة تماماً. من يدري، قد نذهب في إجازة إلى الفضاء. رجل راديو: مرحباً، هل تبحث عن بعض الأجواء لقضاء إجازتك؟ حسناً، لا تأتي إلى هنا، ليس لدينا أي أجواء. عفواً، ربما ليس شعاراً إعلانياً جيداً، أليس كذلك؟ قبل بضع سنوات لم يكن بوسعنا سوى إنشاء أنابيب كربون نانوية مجهرية، ولكن مع مرور الوقت تم إجراء المزيد من الأبحاث لجعلها أكبر، والآن يصل حجمها إلى بضع بوصات، وفي 20 عاماً يمكن أن يصل طولها إلى أميال. تبلغ تكلفة الكربون 28 دولاراً للأونصة. إذا قمنا بالحسابات فسنرى أننا سنحتاج إلى حوالي 1 مليار دولار لبناء المصعد. نعم، قد يبدو الأمر مكلفاً، لكنه حل طويل الأمد للسفر إلى الفضاء، ويمكن أن يوفر لنا الكثير من المال على المدى الطويل. كل شيء يبدو مثالياً على الورق، لكن السبب الرئيسي وراء اختيار ناسا عدم الموافقة على هذا المشروع هو أنه في الوقت الحالي ربما يكون هناك أكثر من 128 مليون جسم يطفو في المدار، وقد يشكلون تهديداً حقيقياً للمصعد. يمكن جعل المصعد يتحمل بعض الضربات بين الحين والآخر، لكن التعرض للطرق دون توقف ليس جزءاً من الخطة. ومع ذلك يرى برادلي أن هناك عدداً كبيراً من أجهزة المراقبة التي تتعقب الحطام الفضائي، وبالتالي يمكن للمصعد أن يتجنبها جميعاً. إذا اصطدم شيء ما بالمصعد أو تعطل الخط بطريقة أو بأخرى، فلن تكون العواقب سيئة للغاية إذا لم يكن هناك ركاب على متن الطائرة بالطبع. إذا انقطع الخط، فسوف يطفو المصعد بعيداً في الفضاء، ولا يشكل أي تهديد للناس على الأرض. وفي اليابان يحاول المهندسون بناء مصعد فضائي، ويمكن استخدام المصعد في التعدين الفضائي أيضاً. يمكننا بسهولة تغطية تكلفة المصعد بأكمله من خلال جمع الكويكبات، لأن بعضها مصنوع من معادن باهظة الثمن. يمكننا استخراجها وإعادتها بسرعة إلى الأرض.